السلام عليكم. في الفيديو عايز اتكلم عن radial basis functions او ال RBFs. بس قبل ما اتكلم عنهم خلينا نتكلم الاول عن كلمة basis. يعني ايه basis؟ نقدر نفسر كلمة basis ببساطة ان هي عبارة عن building block. طيب تعال ناخد امثلة على الكلام ده. لو افترضنا انا بتكلم مثلا عن vectors في 2D، ماشي، هقول ان اي vector v في 2D، اي vector كده، عبارة عن component في اتجاه ال i و component في اتجاه ال j. فنقدر اقول ان كل فيكتور v عبارة عن حاجة في اتجاه i كاب وحاجة في اتجاه j كاب. فال v عبارة مثلا عن a في ال i كاب بلس b في ال j كاب. ساعتها بقدر اقول ان ال i وال j دول عبارة عن bases لل 2D space، لان اي فيكتور في 2D space اقدر اكونه ككومبينيشن او ككونستانت، اقدر اكونه ككومبينيشن من ال i وال j. طبعا من حيث المبدأ مش لازم، يعني الاي والجي دول مش هم البيزس الوحيدين لل 2 دي سبيس. ممكن يكون عندي مثلا اي اتنين فيكتورز تانيين. ممكن اقول مثلا البيزس بتوعي هم مثلا ايه، الفيكتور ده والفيكتور ده، حتى مش لازم يكونوا متعامدين، لان انا اي فيكتور في ال 2 دي سبيس اقدر ان هو عباره عن ده في كونستنت بلس ده في كونستنت عادي، لان في الاخر ده ممكن احلله هنا وهنا، وفي الاخر هيجي في الاخر ان ده عباره عن اي فيكتور اقدر اكونه من كونستنت معين في ده بلس كونستنت معين كده، فهلاقي ان دول برضو بيزز تاني لل 2D space. برضو ممكن مثلا ده وده بيزز لل 2D space وهكذا. بس طبعا الاي والجي هم اهم بيزز او البيزز الاصليين بتوعنا يعني. طيب لو انا عندي في 3D space هيبقى عندي مثلا اي وجي وكي. طيب ده في الفيكتورز. لو عايزين نتكلم عن حاجه تانية مش في الفيكتورز، تعالى نفتكر مثلا الفورير سيريز. كنا بنقول ان اي فانكشن، اي بيريودك فانكشن اف اوف تي، اقدر اقول ان هي عباره عن سيجما من ان بيساوي نيجاتيف انفينيتي ل ان بيساوي انفينيتي a n e os j n t. دي كده الكومبلكس نوتيشن بتاعت الفورير سيريز. طبعا دي ممكن تفكها للساينز والكوزاينز، نوتيشن ثانيه بالساينز والكوزاينز. المهم ان في الاخر هلاقي ان الاف اوف تي عباره عن كونستانت e os j t بلس كونستانت ثاني e os j 2 t بلس كونستانت ثالث في e os j 3 t. فهلاقي ان انا اقدر اقول ان ال e os j t وال e os j 2 t او 2 j t و e os 3 j t وهكذا لحد انفينيتي، او لحد طبعا بقى بنتكلم نيجاتيف انفينيتي كمان، هتلاقي دول كلهم اقدر اقول ان هم البيزز بتوع الفورير سيريز. ولو انا شغال بالساينز والكوزاينز هلاقي ان الساينز والكوزاينز هم البيزز بتاع الفورير سيريز برضو، بس بالنوتيشن الثانيه، لان هم دول البيلدينج بلوكس اللي بقدر اكون بيهم الفانكشن دي. طيب ده كده مثال ثاني على فانكشنز بدل على فيكتورز. ناخد مثال ثالث واخير. لو مثلا بتكلم على ايمجز، لو بتكلم على صوره، عايز اجيب بيزز لكل الصور او لكل الايمجز اللي 2 باي 2 مثلا. طيب عندي اي صوره مثلا 3 5 17 8 مثلا، دي كده الالوان بتاعه الجراي سكيل. طيب هقدر اقول ان كل ايمج دي عباره عن ايه، عباره عن كونستانت معين في الايمج دي اللي هي 1 0 0 0 بلس كونستانت تاني في الايمج دي اللي هي 0 1 0 0 وهكذا بلس كونستانت ثالث 0 0 1 0 بلس كونستانت رابع 0 0 0 1. فاي ايمج، اي 2 دي ايمج، اي 2 باي 2 ايمج عباره عن اقدر افكها الاربع ايمج الصغيرين دول. ساعتها اقدر اقول ان الاربع ايمج دول دي ودي 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 عباره عن البيزز بتاع 2 باي 2 ايمج في الجراي سكيل مثلا، اللي هو كل لون عباره عن رقم من 0 ل 1 او من 0 ل 255 او رقم واحد يعني، مش ار جي بي. وبرضه البيزز هنا مش يونيك، ممكن مثلا اعمل كده اقول ان انا عندي ده 8 وده 7 مثلا، يكون ده بيزز برضه عادي، بس هلاقي ان في سكيل، ده هيحصل له سكيلنج، بس في الاخر مش فارقه، برضه دول ينفعوا بيزز، فبرضه البيزز مش هتكون يونيك. طيب احنا كده عرفنا عن ايه بيزز. طيب عندنا اللي احنا بنتكلم عنه حاجه اسمها راديال بيزز فانكشنز. فايه هي راديال بيزز فانكشنز بقى؟ هي فانكشنز لها بيزز معتمده على الراديال، على الراديوس اللي هو على الديستانس يعني. طيب ده اللي هو معناه ايه برضو؟ تعال ناخد مثال كده بسرعه. تعال نتكلم عن مثال ريجريشن زي اللي كنا بنتكلم عنه ساعه ما اتكلمنا عن الريجولاريزيشن مثلا. انا عندي مثلا 3 بوينتس كده، وهنا دي اكس وده واي، وانا عايز اجيب الكيرف اللي يفت البوينتس دي. كنا قبل كده عملنا واحنا بنتكلم في regularization، اتكلمنا ان احنا هنتكلم عندنا حاجه اسمها regression، وقلت ان ساعتها اقدر اقول ان الواي عباره عن سيجما
W I في X أس I ماشي، وبالتالي ده هيكون W 0 plus W 1 X plus W 2 X تربيع وهكذا. كنا قلنا ان انا لو عندي 3 بوينتس وعايز اعمل لهم بيرفكت فيتنج، فانا محتاج 3 بارامترز بس، لان انا هقدر اعوض معادله y و x هيديني يعني لكل y و x من دول هيديني معادله، هيبقى عندي 3 معادلات في 3 مجاهيل هعرف احلهم مع بعض واجيب بيرفكت فيتنج. فالمهم ان انا في الريجريشن ده مستخدم ال x 0 x 1 x 2 x 3، فاحنا كاننا بين قوسين كده نقدر نقول ان البيزز بتاعتنا في الحاله دي هي البرينوميالز، هي ال x باور i لكل ال i's مثلا. ال radial basis functions عايزة تعمل نفس الحاجة، عايزة برضو تفت ال points دي، بس بدل ما تستخدم polynomials زي دي قال لك هستخدم gaussians مثلا. هقول ايه؟ هقول ان ال y عبارة عن sigma wi، دي طبعا ال y عند اي x، عبارة عن sigma wi e اس negative gamma في الديستانس من الاكس الاكس اي تربيع. وطبعا الاي دي بتلوب على كل التريننج اكزامبلز بتاعتي، فمثلا اي من اول اي ايكوال 1 لان او من 0 لان على حسب انا هبدا منين يعني. فالمهم ان انا عندي 3 بوينتس، هقول ان انا الواي اوف اكس الكيرف النهائي، الكيرف اللي هو الريجريشن كيرف الابروكسيميشن كيرف، عباره عن مجموعه 3 اكسبوننشلز. الاكسبوننشل الاولاني سنترد او المين بتاعه اكس 1، يعني ده في الاخر عباره عن ايه؟ عباره عن W1 E أس نيجاتيف جاما X ناقص X1 تربيع، ده كده أول كيرف، بلس W2 E أس نيجاتيف جاما X ناقص X2 تربيع، بلس W3 E أس نيجاتيف جاما X ناقص X3 تربيع. هلاقي إن أنا عندي مجموع 3 جاوسيانز كل واحد له ويت معين، هلاقي إن أنا بجمع تقريبا جاوسيان اولين سنتر حوالين اكس 1 والثاني سنتر حوالين اكس 2 والثالث سنتر حوالين اكس 3، هلاقي ان انا بعمل حاجه زي كده. عشان اول كيرف حاجه مثلا عامله كده، والثاني حاجه عامله كده، والثالث مثلا حاجة عاملة كده. وتلاحظ ان انا مش بخلي الجاوسين يضرب في البوينت او يخبط فيها، ليه؟ ان انا عايز مجموع الجاوسين يخبط في البوينت، فممكن مثلا النقطة دي هنا بس لما اجمع عليها الجزء ده اللي هو contribution من الجاوسين الثاني افيت البوينت بيرفكتلي، ومثلا البوينت ده هنا مش كاملة برضو بس لما اجمع عليها contribution من ده وcontribution من ده يبدا يهيت البوينت بيرفكت، لان في الاخر عايز مجموع الجاوسيانز هو اللي يفيت الكيرف، مش كل جاوسيان لوحده يفيت البوينت بتاعته. ان انا لو عملت كل جاوسيان لوحده يفيت البوينت بتاعته هيبقى هلاقي ان في كونتريبيوشن هنا موجود بيخليه ما يفيتش تاني، فانا محتاج بس اقلل شويه يعني، ده مجرد رسمه يعني. في الاخر المجموع الثلاثة جاوسيانز دول هيكون بيحاول يفيت البوينتس، هيكون حاجه عامله كده مثلا، حاجه عامله كده. طبعا ده كده المجموع ده مش هيوصل لصفر، هيبقى حاجه عامله كده، لان هيبقى حاجه عامله كده، هنا هيبقى حاجة عاملة كده صح، هيبقى عندي الشكل الهرمي ده كده. ففي الآخر أنا بمجموع 3 جاوسيانز عملت فيتنج لـ 3 بوينتس، فدي اسمها radial basis function. radial basis function أولا أنا غيرت البيزز بتاعتي، بدل ما هي كانت بدل ما هي البرينوميال بقت دي، فده كده بقى البيزز بتاعي دلوقتي. وراديال عشان أنا معتمد على الديستانس ما بين الـ X والـ XI، ما بين أي أنا كده بجيب الـ Y عند أي بوينت X، أي بوينت X أهي، أي بوينت عشوائية هنا، هقول ان الارتفاع بتاعها او الواي اوف اكس بتاعها معتمد على الديستانس او الراديوس ما بينها وما بين الاكس الاورانيه اللي هي دي المسافه دي، ومعتمد على المسافه بينها وبين الاكس الثانيه اللي هي دي، والمسافه بينها وبين الاكس الثالثه اللي هي دي، عشان كده اسمها راديال بيزز فانكشنز. طيب اخر حاجه عايز اقولها هنا هي البارامتر جاما، ده الجاما ده بيعمل ايه؟ الجاما ده بيوسع الجاوسيان او بيضيقه. لو الجاما ده كبير هلاقي ان ده هيبقى قيمه نيجاتيف بسرعه قوي، فهيكون ضيق قوي. يعني لو الجاما كبير هيبقى الجاوسيان بتاعي عامل كده مثلا، لو الجاما صغير هيبقى الجاوسيان بتاعي عامل كده ماشي. فبالتالي انا اقدر اغير قيمه الجاما عشان اغير شكل الكيرف. فلو مثلا الكيرف ده اللي هو الاصفر ده جالي بجاما مثلا نوعا ما ايه K،
كبيره صح؟ ان هو في الاخر الجاوسيانز ظاهره في الانتربليشن، انا كده بحاول اعمل انتربليشن او بحاول اعمل ريجريشن، فالجاوسيان ظاهره كده في الانتربليشن، فهلاقي ان انا ممكن اعمل جاما اصغر شويه تديني كيرفات ناعمه اكتر، ممكن تديني جاوسيانز انعم من كده شويه، مش عارف ارسمها طبعا قوي بس ايه، او ممكن اجيبها في رسمه ثانيه عشان ما بقاش بوظ الرسمه دي. انا لو مسحت الكلام ده وسبت يعني ممكن الخبط دي براحتي، امسح ده اسيب بس البوينت، وامسح ده واسيب البوينت، وامسح ده واسيب البوينت. ماشي، فانا بحاول اختار كيرفات اوسع من دي شويه، تبقى مثلا ايه عامله كده مثلا، والراجل ده يكون عامل كده مثلا اوسع شويه، والراجل ده يكون اوسع من كده شويه، هل الانتربليشن في الاخر هيبقى انعم شويه، هيبقى مثلا حاجه عامله كده. او ماشي، دول الناس مدركه الفرق يعني، في الاخر ده كده في فريكوينسيز اكتر، لو انت بص كده هتلاقي ده في 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 حاد اكتر او يعني او تغير الديريفاتيفز اعلى شويه، بينما ده هيكون سمود اكتر. ماشي، فانا ممكن وطبعا ممكن اعمل حاجه اسوء من كده، ممكن اعمل حاجه عامله كده، ممكن اعمل حاجه بتفيت بالشكل ده كده بالظبط، فكده لو كبرت الجاما قوي هلاقي ده بيحصل. ماشي، فانا اقدر افيت نفس البوينتس دول بجاوسيانز كتير قوي باختلاف قيمه الجاما. واحد زي ده غالبا عارفين او احنا ملاحظين ان هو وحش قوي، ده كده نوعا ما عامل اوفر فيتنج، احنا فاكرين كلامنا عن الريجولاريزيشن، هلاقي ان حاجه زي كده بتعمل اوفر فيتنج، انا بفيت البوينتس دي بس الانتربليشن في النص متخلف جدا، اللي هو حاجه كده ايه، فده غالبا مش كويس. ده متوسط شويه وده يعتبر سموث اكتر. ماشي، يعتبر نوعا ما كويس بالنسبه لو احنا عايزين نعمل بريدكشنز او حاجه زي كده، فانا مفيش فريكوينسيز عاليه وبالتالي مفيش اوفر فيتنج قوي، وبالتالي غالبا هيكون ده في اغلب الاحوال هيكون كويس اكتر من ده مثلا. ماشي، فالمهم ده كله بيحدده قيمه الجاما. طيب طبعا من حيث المبدا مفيش حاجه تمنعني ان انا اخلي فيه جاما مختلفه لكل كيرف، يعني ممكن كل اخلي ده رفيع وده تخين وده رفيع عادي، مفيش حاجه تمنعني من كده صح، بالذات بالذات لو انا بحاول افيت بوينتس عامله مثلا مختلفه شويه، بوينتس عامله كده مثلا، انا مثلا عايز افيت هنا مثلا شويه بوينتس قريبه من بعض وهنا مثلا شويه بوينتس بعيده قوي عن بعض، فممكن الاقي ان انا محتاج هنا جاما غير يعني جاما هنا للبوينتس دي اوسع شويه او اصغر عشان تكون الكيرف اوسع من الجاما للبوينتس دي وهكذا، يعني في الاخر مفيش حاجه تمنع ان يكون عندي جاما مختلفه لكل كيرف، فبالتالي هلاقي ان انا ممكن اعدي دي اقول ان هي ايه جاما اي عشان يكون جاما مختلفه لكل بوينت لكل تريننج اكزامبل عندي. واخر حاجه هقولها هنا قبل ما اقفل، ان انا مش لازم يكون جاوسيان، اي راديال فانكشن تنفع، فانا ممكن مثلا اعمل فيتنج بحاجات عامله كده مثلثات مثلا، فدول برضو راديال بيز في الاخر، يعني دول برضو حاجه سيمتريك حوالين البوينت لها مين حوالين البوينت شبه الجاوسيان، بس الجاوسيان مش ناعم طبعا، الجاوسيان بيكون الطف ان هو بيكون انعم بيكون سموث اكتر، وبالتالي هنا مفيش الحاجات المتخلفه دي يعني، بس في الاخر لو حفيت البوينتس ببدل سيجما على جاوس يعني سيجما على مثلثات هيكون برضه صح، هيكون اسمها راديال بيز فانكشن عادي، ممكن اعمل مربعات او مستطيلات كده ماشي، وبرضه عادي برضه هيبقى اسمه راديال بيز فانكشن وهكذا. في الاخر الجاوس يعني غالبا مستخدمه اكتر ان هي سموث اكتر، وبالتالي بتخلي الدنيا الانتربليشن سهل شويه، وبتخلي الدنيا جنراليزابل اكتر من ان انا اعمل مثلثات كده يعني، واسهل شويه في التوصيف بتاعها برضه الرياضي يعني، تاخد جاوسيان هو جاوسيان كده بس المثلث بقى، هتقول بقى هتلاقي كل مثلث هقول ان هو مثلا القيمه لو اصغر من كذا هيبقى بزيرو، لو كذا هيبقى بميل ده، لو كذا هيبقى بميل ده، هتلاقي التوصيف الرياضي نفسه سخيف، المثلث دايما سخيف في التوصيف الرياضي يعني. طيب تمام، نكمل الفيديو الجاي ان شاء الله.